فمن أصابه فله أجران عند الله ومن أخطأه فله أجر واحد. واضح؟ وهذا معنى قولي فالمجتهد إن كان كامل الآلة. وهذا قيد مهم. أما المجتهد اللي ما عنده آلة هذا مخطئ ولو أصاب. واحد ما عنده آلة اجتهاد ثم فتح صحيح البخاري قال أنا بأجتهد من النصوص، هذا كل حرف يقوله مأزور عليه. ليش؟ لأنه اقتحم ما لا يجوز له، أو يفتح القرآن ويقول القرآن استنبط منه الحكم التالي، هذا حلال وهذا حرام، وهو ما عنده أهلية. لا، هذا كل كلامه خطأ وإن كان في حقيقة الأمر صواب. أما المجتهد لو كان عنده آلة الاجتهاد وأخطأ في علم الله فكلامه صواب بالنسبة لنفسه، وهو معذور غير مأزور.